السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر A Week is Enough 24. خدنا مع بعض شرح كامل لقواعد المنهج وقراءة لأهم الكلمات وحل 20 امتحان لطلابنا طلاب التعليم العام. والنهاردة بنكمل الكتاب وامتحانات الأزهر. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 101 صفحة 101 بارت 2 الجزء الثاني for other students لطلاب الأزهر. الأزهر الشريف مينيا زون. هنحل منطقة المينيا أو محافظة المينيا لطلابنا طلاب الأزهر. السؤال الأول listen and choose the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع ونختار. There were 5 Egyptian students were able to develop an app. This app helped small farmers to save water and energy. They were very clever students. يبقى السؤال الأول أسمع واحد. السؤال الثاني محادثة. منى and أحمد are talking about their hobbies. بيتكلموا عن هواياتهم. منى good morning. صباح الخير. Can I ask you some questions? لا good morning. صباح الخير. Yes of course. ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ قال لها نعم بالطبع. سؤال إجابته My favorite hobby is reading books. هوايتي المفضلة قراءة الكتب. يبقى what is my تحول your what is your favorite hobby. إيه هوايتك المفضلة؟ My favorite hobby. ثم سؤال إجابته Science books كتب العلوم. يبقى what kind ايه نوع of books الكتب do you like reading اللي بتحب تقرأها. كتب العلوم what about you. طب وانتي. I like diving بحب الغوص. wonderful رائع. I know it's a sport you can do underwater. ده بالنسبة للسؤال التاني. طب السؤال التالت choose اختار. when عندما منى نقط كايرو she will buy هتشتري a new show. هنا when مضارع will master. when مضارع will master. طب هنا المضارع فين؟ هتبقى visits عشان منى في المضارع البسيط بيجي الفعل مع اس. do you know know بتيجي معاه how to هل بتعرف ازاي تعزف على الانسترمنت الآلة. ليلى likes نقط ميلك in her tea لبن. اللبن لا يعد يبقى الوحيدة اللي تنفع قليل. ليلى بتحب لبن قليل في شايها. أفيو قليل العدد ما تنفعش. ماني كثير العدد ما تنفعش. اني ما تنفعش هنا عشان دي في النفي والسؤال. يبقى قليل القليل الكمية. ذاتي is going to fall الشجرة هتقع. fall ايه داون. يبقى fall down and block the road وتسد الطريقة. انوات is able to stop fires من اللي قادر ان هو يوقف الحرائق. fire fighter رجل المطافي. fire fighter. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. when we taste food لما نتذوق الطعام our mouth الفم تلقص بيقول لنا if the food is sweet لو الطعام حلو salty مالح or spicy او حامي او في توابل. some people don't like a type of food بعض الناس ما بتحبش نوع من انواع الطعام because they remember being ill بيتذكروا ان هم يبقوا مرضى after they ate it بعد ما كلوه. we don't like unusual food ما بنحبش الطعام الغريب because our brain doesn't understand it عشان مخنا ما فهمهوش. page 102 صفحة 102 وأسئلة القطعة. what do our mouth tell us when we taste food فمنا بيخبرنا بإيه لما بنتذوق الطعام. هقول مثلا our mouth tell us بيخبرنا if the food لو الطعام is sweet طعمه حلو salty مالح or spicy. why don't we like unusual food ليه ما بنحبش الطعام الغريب because our brain عشان مخنا doesn't understand it مش بيفهمه. doesn't understand it. give a suitable title for the text ادي عنوان مناسب
قطع مثلا ايه ممكن اقول kinds of food انواع من الاطعمه او اي عنوان يلائم القطعه. النوع التاني من الاسئله على القطعه تشوز اختار. some people don't like a lot of food هتبقى kind. بعض الناس ما بيحبوش نوع معين من الاطعمه وده لعدة ايه اسباب يبقى some people don't like a kind of food. هنا جاب لي في القطع طيب وطيب بتساوي kind مش بياكلوه طبعا عشان بيتذكروا ان هما بيبقوا مرضى بعد ما ياكلوه. our nut doesn't understand the usual food our brain مخنا مش بيفهم الطعام ايه الغريب. هنا السؤال الخامس رتب على طلابنا طلاب التعليم العام. don't make friends don't make friends ما تكونش صداقات with people you don't know مع الناس you don't know اللي مش عارفينها او اللي مش عارفها اونلاين على الانترنت. I like to wear احب ان ارتدي ذات طبعا ما ينفعش ذات ار وانا لوس طب فين الشيء يبقى انا الجمله ناقصه حاجه مش كامله. water is water is the most important thing to live دي كامله. الميه بتكون the most important thing اهم شيء to live للحياه. nature الطبيعة is full of amazing scenes دي تمام. nature الطبيعة is full of مليئة ب amazing scenes المناظر المدهشة. السؤال السادس اكتب خمس جمل على a visit to a museum طبعا سهل وبسيط جدا. زيارة إلى المتحف بكتب العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص بس المسافة هقول رحت امتى رحت مع مين رحت ازاي. اقول مثلا I visited the museum last week زرت المتحف الاسبوع اللي فات. I went there with my family رحت مع عائلتي. We went there by bus رحنا بالاتوبيس. طب عملنا ايه. We took many pictures التقطنا صور. We saw many interesting statues رأينا الكثير من التماثيل المدهشة. We met tourists قابلنا سياح وهكذا. وهننزل ان شاء الله شرح كامل للبايوجراف يا بس في الامتحان ده. السؤال التاني في الترتيب هو اللي ناقص حاجه او في حاجه غلط. الامتحان التاني الازهر الشريف قليوبيه زون. listen and choose the correct answer استمع واختار الاجابه الصحيحه. نسمع ونختار. we all know that fast food is very tasty but it's very unhealthy you should have snacks between the meals as vegetables and fruits بيج 103 صفحة 103 محادثة. أحمد وسامي هوز بايك إز ذات ملك مان هذه الدراجة. قال له إجابة. قال له سؤال. قال له ماي فازر. قال له واي ديد يور فازر باي يو بايك بيكوز أي باسد ماي إكزامز يبقى وات أ بيوتيفول بايك. دراجة مين دي؟ أقول إتس ماين ملك. هو بوت إت فور يو مين اشتريها لك؟ ابي. ليه؟ عشان نجحت. وات ا بيوتفول بايك ثانكس يا لها من دراجه جميله شكرا ليك. السؤال اللي بعده اختار. اي يوز ماي موبايل بستخدم الموبايل تو نوت ماي فريندز تو تكست عشان ابعت رسائل لاصدقائي. وي شودنت هاف نوت فات ان اور دايت لا ينبغي ان يكون عندنا الفات الدهون لا تعد تبقى ماتش. الوقت لازم يجي معاها اوف ومني كثير العدد وفيو قليل العدد وانا فات للكمية يبقى ماتش فات. لا ينبغي ان يكون لدينا الكثير من الدهون في نظامنا الغذائي. I found a note for a job in the newspaper yesterday يبقى انا لقيت اعلان لوظيفة في جريدة امبارح يبقى advert يعني اعلان. The desert الصحراء is a difficult note to live in يبقى difficult ايه environment هي بيئة صعبة للحياة فيها اكيد طبعا الجو حر جدا. keep quiet خليك هادي خليك هادي زي بيبي وانا بقول له خليك هادي دلوقتي يبقى المضارع مستمر يبقى البيبي از سليبنج بيكون نائم يبقى ما تعملش دوشه. السؤال الرابع قطع عليه اسئله. ديسيبلد مينز هنا ذوي الاحتياجات او ذوي الاحتياجات الخاصه ما
معناه someone شخص ما who isn't able to use a part or parts of the body مش قادر يستخدم جزء أو أجزاء من جسمه in the way other people can بالطريقة اللي بيستخدمها الناس. The disabled are not different هم مش مختلفين but they need more help بس محتاجين مساعدة for example أو مساعدة أكتر. على سبيل المثال the blind need specialist course محتاجين مدارس خاصة ليهم to learn how to use braille عشان يتعلموا لغة braille. They can read and write بيقدروا يقرأوا ويكتبوا عن طريق طبعا braille. Draw and even play music ويرسموا حتى يعزفوا على الموسيقى. They also need help أيضا بيحتاجوا المساعدة to be able to communicate well عشان يتواصلوا بسهولة جيدة. To conclude عشان نلخص the disabled ذوي الاحتياجات الخاصة are heroes هم أبطال. هنا disabled يعني ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم مش قادرين يستخدموا جزء أو أجزاء من جسمهم. They can do amazing things بيقدروا يعملوا أشياء مدهشة. They need more help محتاجين مساعدة أكتر to live a normal life عشان يعيشوا حياة طبيعية. أنسر أجب What does the underlined word disabled mean؟ يعني إيه disabled؟ أي هو disabled means someone who isn't able to use a part or parts of the body in the way other people can مش قادرين بيستخدموا جزء أو أجزاء من جسمهم بالطريقة اللي بيستخدمها الأشخاص العاديين. How can they read and write؟ بيقرأوا ويكتبوا زي By using braille باستخدام لغة braille. What do they need to communicate well؟ هم محتاجين ايه عشان يتواصلوا؟ يبقى they need help اي they also need help to be able to communicate well محتاجين المساعدة. Page 104 صفحة 104 choose اختار the blind need not schools to learn المكفوفين محتاجين مدارس خاصة بيهم مش خاصة يعني برايفت برايفت ده يعني مثلا مدرسة خاصة بمصاريف لكن سبيشال خاصة بالمشكلة اللي عندهم اللي هو ايه فقدان الرؤية يبقى need special schools محتاجين مدارس مميزة خاصة to learn عشان يتعلموا. They can do amazing things بيقدروا يعملوا اشياء مدهشة. Amazing here means amazing يعني surprising يعني مدهشة. Rattip reorder playing video games is my favorite hobby. Playing video games لعب ألعاب الفيديو is my favorite hobby هوايتي المفضلة. There are you got many types الكثير من أنواع of learners المتعلمين of learners eating fish makes you strong أكل السمك بيخليك قوي. Eating fish makes you strong. Drones are examples الطائرات اللي بدون طيار are examples هي أمثلة of modern technology للتكنولوجيا الحديثة. السؤال الأخير اكتب باراجراف عن water pollution تلوث الماء هنكتبه إن شاء الله بالتفصيل في شرح كامل للباراجراف بعد نهاية حل الامتحانات. السؤال الثالث أو الامتحان الثالث الأزهر الشريف محافظة البحيرة. السؤال الأول لسن زي ما تعودنا نسمع ونحل. There is an interview with a famous scientist about drones. He says that we can control the drones by using a remote control. السؤال الثاني محادثة تامر and عمر are talking about reading بيتكلموا عن القراءة. تامر where are you going عمر رايح فين لعمر رايح فين يا عمر قال له إجابة to read a book يبقى are you تحول ل I am going to the library أنا رايح للمكتبة عشان أقرأ كتاب. سؤال إجابته yes I like it very much أيوة بحبها كثيرا. Reading is my favorite hobby القراءة هوايتي المفضلة يبقى أنا yes أشيلها I like يبقى do you like هل بتحب reading القراءة قال له أيوة دي هوايتي المفضلة. Page 105 صفحة 105 تامر سأل سؤال قال له science and historical books يبقى المفروض إيه نوع الكتب اللي بتحبها
What kind of books do you like reading? ايه انواع الكتب اللي بتحبها؟ قال له كتب العلوم وكتب تاريخية. قال له is reading a useful hobby؟ هل القراءة هواية مفيدة؟ Yes it is. السؤال التالت choose. اختار. My little sister اختي الصغيرة is not too chocolate. She always wants to eat it. دايما عايز تاكلها يبقى addicted to مدمنة الشوكولاتة. Not is to present a summary تقدم ملخص. Of opinion رأي and recommends توصيات. Of a film لفيلم بوك كتاب ولا بلاي مسرحية يبقى review مقال نقدي. We live in نقط فلات in أسوان. بنعيش في شقة ايه في أسوان؟ تعال كده نفتكر ترتيب الصفات. ترتيب الصفات احنا قلنا أول حاجة وصف. وصف أو حجم. الشكل. والعمر. واللون. والمادة الخام. يبقى وصف شكل عمر لون مادة خام. فهو قال traditional big old flat شقة قديمة كبيرة تقليدية يبقى دي أقرب واحدة. طب تعال نشوف رقم بي ما تنفعش ليه. هو قال لي big old traditional يعني كبيرة ثم قديمة ثم تقليدية. لا هنا وصفها جابهولي في الآخر فوت في الأول. old big traditional هنا العمر قبل إيه؟ قبل الحجم ما تنفعش يبقى دي أقرب حاجة. هنا ما جابليش لون ولا مادة خام. My father had an accident أبي حصلت له حادثة. When he was younger لما كان أصغر سنا. And not to walk well يبقى قدر ولا مش قادر يمشي. طبعا بتكلم عن الماضي يبقى he wasn't able to غير قادر على wasn't able to دي الوحيدة اللي تنفع في الماضي. To بيجي معاه able ما ينفعش طبعا كانت عشان دي مضارع أو ما ينفعش able أو want. If هنا if مضارع. If I go to the shops on Sunday لو أنا أروح للتسوق يوم الحد هنا إيه في مضارع ولو لمصر I will buy new speakers هشتري سماعات جديدة. السؤال الرابع read the following اقرأ الآتي then answer the questions ثم أجب على الأسئلة. زارت سي البحر الأحمر is very important مهم جدا. People visit it for around the world الناس بيزوروا حول العالم. To go scuba diving عشان يغطسوا أو يغوصوا. And it is also home to many different species وأيضا موطن لفصائل مختلفة عديدة. Of wildlife للحياة البرية such as fish زي السمك turtles السلاحف and birds والطيور. زريد سي also contains يحتوي أيضا البحر الأحمر على coral reefs الشعاب المرجانية. A coral reef is a collection of plants مجموعة من نباتات animals الحيوانات and rocks والصخور that you can find under the sea ممكن تلاقيها تحت البحر near the coast بالقرب من الساحل. Coral reefs are important هي مهمة because they are habitat عشان هي بيئة to lots of different underwater animals للكثير من الحيوانات التي تعيش تحت الماء المختلفة. But many coral reefs around the world ولكن الكثير من الشعاب المرجانية حول العالم are in danger هي في خطر. They are going to disappear هتختفي because the water in the seas and oceans لأن الماء في البحار والمحيطات is getting warmer بقت أدفأ. Plastic is also very bad for coral reefs. حتى البلاستيك سيء جدا للشعاب المرجانية. There are conservation groups في مجموعات للحفاظ على البيئة that want to save the world's coral reefs واللي عايزة تحفظ أو تنقذ الشعاب المرجانية في العالم. One of these is the Red Sea Environment Center واحد منها مركز البيئة للبحر الأحمر in Egypt في مصر. The coral reefs in the Red Sea الشعاب المرجانية في البحر الأحمر and all around the world وفي جميع أنحاء العالم are beautiful جميلة. We are going to lose them. هنفقدها if we don't look after them. لو مش هنعتني بيها. أسئلة القطع. Why do people visit the Red Sea from all over the world? للناس بيزوروا البحر الأحمر من جميع أنحاء العالم. أي. People visit it from around the world to go scuba diving. ماشي. عايز تكمل. And it is also home to different species of wildlife. Fish, turtles and birds. Number one. What is a coral reef? إيه هو الكورال ريف؟ أي a coral reef is a collection of plants مجموعة من النباتات والحيوانات and rocks والصخور that can find under the sea ممكن تلاقيها تحت البحر near the coast بالقرب من الساحل. دي number 2 page 106 صفحة 106. Why are coral reefs important? ليه الشعاب المرجانية مهمة؟ هقول because لأنها they are
لأنها بتكون a habitat يعني بيئة أو موطن. 2 lots of للكثير من different underwater animals. different underwater ايه animals للحيوانات التي تعيش تحت الماء الايه المختلفة. choose اختار the water in the seas and oceans in get is getting المياه في البحار والمحيطات بتبقى hotter يعني اكثر حرارة وقال في القطع warmer. warmer هنا بتساوي hotter. not is very dangerous to coral reef اكيد بلاستيك سيء جدا للشعاب المرجانية. السؤال الخامس reorder the words اعد ترتيب الكلمات to make the correct sentences عشان تعمل جمل صحيحة. the islamic area عشان ما يتلخبطش طبعا نخطط على الكلمات عشان ما يتلخبطش. the islamic area المنطقة الإسلامية islamic area includes تشمل different kinds of أنواع مختلفة من كولوجرافي الخط كولوجرافي. Egypt is famous for مصر مشهورة به. Egypt is famous for growing crops زراعة المحاصيل to make materials لصناعة المواد الخام زي مثلا بزرع القطن عشان الملابس. shopping online is great أتسوق عبر الإنترنت. because it saves time عشان هو ايه بيوفر وقت. because it saves time. languages اللغات help people to communicate. languages اللغات help people بتساعد الناس to communicate ان يتواصلوا. السؤال السادس اكتب باراجراف على اونلاين شوبينج طبعا قريبا جدا هنتكلم بالتفصيل. الامتحان الرابع الازهر الشريف فيوم زون منطقة الفيوم. السؤال الاول لسن زي ما تعودنا نسمع ونختار. فافا بينز اند فلافل ار فيري بوبولار ان ايجيبت. ماني بيبول ان ايجيبت لايك تو ايت فافا بينز اند فلافل فور بريكفاست. تورستس ايت ذيس كايندز اوف فود ان ايجيبت. السؤال الثاني محادثة. finish the following dialogue. summer and aya are talking about their future jobs. بيكلم عن وظائفهم المستقبلية. هنا بيقول لي summer why do you study hard. ليه بتذاكري بجدية. قالت لها اجابة قالت لها نقط after university. قالت لها I would like to be an engineer يعني عايز اكون مهندسة. ثم سألت لها سؤال قالت لها I want to be a doctor وانا عايز اكون طبيبة. قالت لها that's cool. تبقى هنا why do you study hard to join a university مثلا عشان التحق بالجامعة. and مثلا لو عايز تكمل get a good job واحصل على وظيفة ايه جيدة. طب هنا قال له مثلا not after university what job الوظيفة would you like to do اللي عايز تقوم بيها after university بعد الجامعة. قال له عايز ابقى مهندس وانت قال له عايز ابقى طبيب. يبقى what about you what about you وماذا عنك. page 107 صفحة 107 I am not to fish when I eat it that makes me ill. يبقى I am allergic انا عندي حساسية بالسمك لما باكلها ببقى مريض. علا always wears نقط on the bus because she loves listening to music بتحب الاستماع للموسيقى. يبقى headphones السماعات. these books هذه الكتب are funny but these ones are very boring ولكن الكتب دي مملة. يبقى هنا ones للجمع. people who can't see الناس اللي مش بتشوف
are blind مكفوفين. نقط بانلز تبقى سولار بانلز على طول، اللوحات الشمسية make electricity from the sun بتولد الكهرباء من الشمس. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. Egypt is on the north coast of Africa. مصر على الساحل الشمال لقارة أفريقيا. The Egyptians are kind and clever people. المصريين هم طيبين وماهرين. They speak Arabic بيتكلموا لغة عربية. Cairo is the capital of Egypt. القاهرة عاصمة مصر. It's famous for the pyramids of Giza. مشهورة بأهرامات الجيزة. The Egyptian Museum in Cairo والمتحف المصري في القاهرة. The beautiful temples والمعابد الجميلة in Luxor and أسوان في الأقصر وأسوان. And the amazing high dam south of أسوان والسد العالي المدهش في جنوب أسوان. It's also famous for هي أيضا مشهورة ب fine weather الطقس الجميل during the year أثناء السنة. A lot of tourists الكثير من السياح from all over the world من جميع أنحاء العالم visit Egypt بيزوروا مصر. They like to visit Egypt to visit it in winter بيحبوا يزورها في الشتاء. They like to visit خان الخليلي بيحبوا يزوروا خان الخليلي. To buy presents عشان يشتروا هدايا. For their families لعائلتهم. And their friends لأصدقائهم. أسئلة القطعة. Where is Egypt؟ أين مصر؟ هتقول It is on the north coast of Africa على الساحل الشمال قارة أفريقيا. When do tourists visit Egypt؟ إمتى السياح بيزوروا مصر؟ In winter في الشتاء. Where do tourists buy presents؟ من أين السياح بيشتروا الهدايا؟ From خان الخليلي. النوع الثاني من الأسئلة على القطعة تشوز اختار. The Egyptians are هتبقى kind and clever بالنص في القطعة طيبين وماهرين. The high dam is in أسوان يعني السد العالي موجود فين؟ في أسوان. السؤال الخامس reorder the words أعد ترتيب الكلمات to make correct sentences عشان تكون جمل صحيحة. هبدأ بdrones. Drones الطائرات التي تطير بدون طيار. Drones are examples هي أمثلة. Are examples of modern technology للتكنولوجيا الحديثة. Sponge is a kind of cake نوع من الكيك. From Morocco هنا طبعا في ان زيادة ملهاش مكان. الجملة الصح بتاعها Sponge is a kind of cake from Morocco. Page 108 صفحة 108. You should be careful. You should be careful. ينبغي أن تكون حريص. About عن what you eat عن اللي بتاكله. تكنولوجي التكنولوجيا. Give us المفروض gives us new forms of communication بتدينا أشكال جديدة of communication من التواصل. السؤال السادس اكتب بايوغراف what you can eat to stay healthy ما الذي تستطيع أن تأكل لكي تكون بصحة جيدة. هنتكلم إن احنا الإعلان في نص السطر بالعلامات تنصيص أسيب مسافة أو سطر. أتكلم You should eat fresh vegetables and fruits تأكل فاكهة وخضار. You should have dairy products تتناول منتجات ألبان. وإن شاء الله هننزل شرح كامل للباراجرافات بعد نهاية الكتاب. كده يبقى خلصنا امتحانات الأزهر وناخد مع بعض اختبار الدمج. بني سويف جوفرنوريت محافظة بني سويف إدارة بني سويف. السؤال الأول تشوز جاي للمحادثة في صورة اختيارات. عصام is telling ماهر what he did last weekend. عصام بيقول لي ماهر عمل ايه الاسبوع اللي فات او اجازة عطلة نهاية الاسبوع اللي فات. What did you do last weekend عملت ايه الاسبوع اللي فات. قال له I played football. ليه عشان انا قال له does your brother love playing football. هل اخوك احب لعب كرة القدم يبقى اخترت هنا I played football. هيبقى ايه yes he does مفيش غير هادي عشان does تبقى does. سؤال إجابته وبلايد إن ذا كلاب لعبنا في النادي.
يبقى where did you play football؟ لعبت فين كرة القدم؟ أين؟ في النادي. Did you enjoy playing؟ هل تمتعت باللعب؟ Yes we did. سؤال إجابته sure we will be happy. يبقى can I play with you؟ ممكن ألعب معاكم؟ أيوه بالتأكيد هنكون سعداء. Page 109 صفحة 109 قطع عليها أسئلة. Sarah likes clothes very much. تحب سارة الملابس كثيرا. She always goes shopping for new fashionable clothes. دائما بتذهب للتسوق لملابس على الموضة جديدة. She likes colorful comfortable clothes. بتحب ملابس مريحة ملونة. She likes to feel relaxed. تحب ان هي تشعر بالراحة. In her clothes في ملابسها. Her favorite colors ألوانها المفضلة. Our oranges and yellow برتقان وأصفر. اللون البرتقاني واللون الأصفر. She likes wearing a headscarf. بتحب تلبس طرحة. Which matches the clothes. بتناسب الملابس. She wears اللي بتلبسها. She doesn't like traditional clothes. ما بتحبش الملابس التقليدية. She thinks بتعتقد. That they are something from the past. إن هي أشياء من الماضي. Her handbag شنطتها is always the same color. دايما نفس اللون. Over her blouse البلوزة بتاعتها. She always wears sunglasses. دايما بتلبس نضارة شمس. Even in winter حتى في الشتاء. Her friends think that أصدقائها بيعتقدوا سارة is so smart. سارة أنيقة. يسألني في معناها مثلا. Sometimes they ask her from بيسألوها from where she buys her cool clothes. بتشتري ملابسها الجميلة دي منين. But never tell them. بس عمرها ما بتقول لهم. Not is the opposite of fashionable. عكس على الموضة يبقى traditional تقليدي. Sarah likes not clothes. Fashionable clothes. بتحب ملابس على الموضة. Sarah's friends think she is smart. إن هي أنيقة. Her favorite colors are orange and الألوان المفضلة orange و yellow برتقاني وأصفر. Her handbag is always the same color of her. يعني الهاندباج شنطة الإيد اللي هي بتجيبها بتبقى نفس لون إيه؟ نفس لون البلوز البلوزة. The underlying word smart. كلمة smart معناها إيه؟ good looking يعني جيدة المظهر أو جيدة المنظر. السؤال التالت تشوز. There are not students in class. يبقى a few طلاب هنا قليل العدد. No I not be free tomorrow. بكرة يبقى No I won't be. مش هبقى فاضي بكرة للمستقبل. What are you going to be grandmaster? To do هتعمل ايه next week end. Do you know how to be grandmaster? يبقى بليه. I don't like to have no salt. الملح لا يعد. In my food because it is not very healthy. يبقى any دي جملة منفية والملح لا يعد. I don't like to have any salt. مش عايز اي ملح in my food في طعامي because it not very healthy. لانه ليس صحي. Page 110 صفحة 110 choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. Many not people can read using braille. تبقى blind. المكفوفين بيقروا باستخدام طريقة برايل. Don't not your time playing video games. Don't waste. ما تضيعش وقتك في لعب العاب الفيديو. A flute is a musical instrument. هي آلة موسيقية. Not your food in the fridge. يبقى keep. احفظ طعامك في التلاجة. Busy يعني مشغول. Is the opposite of free. عكسها فاضي. The teacher showed us. المدرس ورانا. The not answers of the exam. يبقى ورانا ايه؟ الإجابات الخاطئة للامتحان ولا الإجابات الصحيحة؟ طبعا the correct answers. ورانا الإجابات الصحيحة. wrong خطأ وفولس خطأ أو مزيف بات سيء يبقى correct. صح لنا يعني الامتحان. Not is something شيء ما. That gives you the power to do things. بيديك القوة يبقى energy طاقة بتديك القوة عشان تعمل شيء. My brother أخي is not in the orchestra musician. هو موسيقار في الأوركسترا. طبعا owner مالك لأ. بلاير لاعب لأ. روبوت إنسان آلي لأ. السؤال الأخير اختار الترتيب الصحيح للجمل اللي متلخبطة دي. هنا جبنا أربع جمل. We loved the beach best. حبينا الشاطئ. I hope to go there again. عايز روح تاني this summer. Last summer الصيف اللي فات we visited Alexandria. دي تبقى أول جملة. الصيف اللي فات زورنا اسكندرية. ثم we loved the beach. حبينا الشاطئ. ثم we also احنا ايضا تمتعنا بالنايس ويزر. ثم نتمنى نروح تاني في الصيف. طب تعال نشوف كده انه ترتيب صحيح. last summer we visited Alexandria. جميل. we loved the beach best. we also يبقى ده الصح. دي الوحيدة اللي ترتيبها صحيح. طب تعال كده نشوف الباقي.
نحن أيضا ما ينفعش أبدأ بيها، رقم بي غلط. أيوب أتمنى نروح تاني، مش هينفع أبدأ بيها. الصيف اللي فات زورنا اسكندرية، أتمنى نروح تاني برضه مش هينفع. أتمنى بعد الصيف اللي فات. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع إن last summer we visited Alexandria, we loved the beach best, we also enjoyed the nice weather. I hope to go there again this summer. كده يبقى خلصنا أربع امتحانات لطلابنا طلاب الأزهر وامتحان الدمج. فاضل لنا مراجعة an hour before the exam، ساعة قبل الامتحان هناخدوها إن شاء الله. وبعد كده هننزل شرح كامل للباراجرافات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.